على صار يوم ما قعدت في الكوشة كده جنب زوجتي ما شاء الله. فرحت يعني مميل كده يعني قلت لها خلينا يعني أنا متعلق بالقرآن، خلينا نبدأ حاجة مع بعض نعاهد الله عليه، بس قبل ما نعاهد الله عليه لازم نوفي، لأن هينتقل من أنه نافلة لأنه فريضة بالنذر بالضبط. فكل يوم أنا بايت في البيت أنا أقرأ ربع أنت تسمعيه وانت تقرا ربع انا اسمعه منك، ده ورد مشترك لنا كزوجين، كل واحد فينا له ورد خاص، بس ده الورد المشترك بيننا كزوجين، لتبقى رابطه القران والايمان هي الرابطه الاقوى التي تجمع بيننا. اذا انا مسافر او مش بايت في البيت لاي سبب اقرا الربعين اللي انا وانت المفروض كنا نقراهم، وانت تقرا نفس الربعين، يبقى حتى في السفر الرباط حبل من الله وحبل من الناس، يظل رباط الايمان والقران بيننا ممدودا. وتعاهدنا على هذا ولم نتركه بفضل الله إلى اليوم. ما شاء الله. إلى اليوم. طب كم ختم عادين في إحصاء لهذا العدد ولا؟ والله يعني من باب التحدث بنعمة الله حتى نشجع الآخرين. والله يعني إحنا بنختم في المرة 139، إحنا بنعد فعلا. ما شاء الله. إحنا نرجو الله سبحانه وتعالى ان يوم ما نلقاه نقول يا رب يمكن اعمالنا دي كلها يعني راحت لاي سبب، بس انا يعني بحب زوجتي وهي بتحبني في الله، فاحنا ختمنا القران مع بعض، فاجعله شفيعا، قرأوا القران فانه ياتي يوم القيامه ايه شفيعا لاصحابه. ده غير الختمات الخاصه. غير ختماتنا الخاصه.